المرمى طابت أوقاتكم. على البداية بالعناوين، ما هي المادة الموجودة في عينة نور وأين تؤخذ وأين توجد ولماذا تؤخذ طبيا، وكم مرة خضع اللاعب للفحص طوال مسيرته الرياضية. رئيس المنظمة العالمية للرقابة على المنشطات في حديث مباشر، كيف يقيم أداء اللجنة السعودية وما هي نسبة الخطأ؟ النصراويون يعودون والاتحاديون يختفون والهلاليون يستمرون، وهزازي للمرة الأولى في قائمة الجولة المثالية. المونديالي خليل جلال يقرأ في قرارات الحكام خلال الجولة ومباراة الكأس. أهلا بكم. يخضع محمد نور قائد الاتحاد والدولي السابق إلى الاستجواب في لجنة الاستماع في قضية وجود نتيجة إيجابية في عينة فحصه بعد مباراة فريقه والفتح في الدوري السعودي. وتتكون لجنة الاستماع الخميس من 3 قانونيين و3 استشاريين أطباء في تخصصات مختلفة و3 إداريين رياضيين، ولا يرتبطون 9 كلهم بأي صفة رسمية بلجنة الرقابة على المنشطات السعودية، ويتم اختيارهم بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب. وطوال مسيرته الرياضية منذ العام 1997 خضع محمد نور لفحص المنشطات في بطولات عالمية ومحلية، وكانت نتائجه دائما سلبية، وهنا المرات التي تم فحصه فيها بالتاريخ والمناسبة. عام 1968 بدأت عملية فحص المنشطات في المنافسات والمسابقات الرياضية، وتقول الأسطورة أن قبل هذا العام جميع الأبطال في مختلف الرياضات تعاطوا المنشطات أو جربوها. الفحوصات تثبت وجود مواد محظورة في الجسم، ولكن في أحيان كثيرة لا يكون الرياضي يعلم بوجودها، والموضوع قد يخفف العقوبة ولكن لا يلغيها. فالرياضي المحترف عليه أن يعرف كل المواد التي تدخل جسمه عن طريق علاج، طعام أو أي طريقة أخرى، وفي كل شيء القانون لا يحمي المغفلين. الأمريكية مارين جونز حققت 5 ميداليات ذهبية أولمبية، وعام 2007 تم اكتشاف تعاطيها مادة كان مدربها يؤكد لها أنها مواد مغذية لا تحتوي على محظورات، تم سحب ميدالياتها كلها وإيقافها. مثال آخر عن قانون ومغفلين، الدولي الإنجليزي ريو فيرديناند قائد مانشستر يونايتد السابق تخلف عن فحص المنشطات لأنه كان مشغولا بنقل أثاث منزله، فتم إيقافه 8 أشهر، علما أن العينات لاحقا أثبتت أنه لم يتعاطى أي شيء محظور. هذا لا يعني أن البراءة غير واردة، ولكن بشروط أن يكون الرياضي مريض ويحتاج لعقار به مواد ممنوعة، وقبل أن يتناوله عليه تبليغ طبيب الفريق وتقديم طلب بمدة لا تقل عن 21 يوما من تاريخ بداية المنافسة الرياضية المشارك بها، أو تتم التبرئة لوجود حالة خاصة جدا. لاعبان مكسيكيان تم تبرئتهما عام 2013 بعد وجود مادة كلينبوتيرول المحظورة في جسميهما، والسبب أن اللاعبان تناولا الطعام في مطعم تم تحليل لحومه وثبت أنها ملوثة. تم تسكير المطعم بالشمع الأحمر وتبرئة اللاعبين. وعام 2007 تم تبرئة السباحة المجرية أغنيس كوفاكس الفائزة بميدالية ذهبية أولمبية بعد أن أخفقت في تقديم كمية كافية من البول في اختبار عشوائي الكشف عن المنشطات. أما عن سبب التبرئة فرفضت اللجنة الكشف عنه، قائلة أن أغنيس قدمت سببا مقنعا يستحق البراءة. أما العداء الجامايكية سيري آن بروكس فتم إيقافها بتهمة المنشطات، وعادت اللجنة وبرأتها بسبب خطأ في الإجراءات أثناء إجراء اختبار ثاني لعينتها. أما بيب غوارديولا فتم إيقافه 4 أشهر أيام كان يلعب مع بريشا الإيطالي، وبراءته صدرت بعد 10 سنوات فقط بعد أن أصبح مدربا. بالعودة لسنوات ما قبل الفحوصات عام 68، حالات موت مفاجئ كثيرة وقعت أثناء منافسات رياضية قبل هذا العام، أشهرها في أولمبياد روما عام 60. بطل الدراجات الدنماركي كنود جينسن فارق الحياة خلال سباق 100 كيلومتر، وعندما بدأت عملية الفحص أبطال قبل هذا العام
منهم من وجدوا في أجسامهم أكثر من 100 نوع مادة محظورة حاليا. أول حالة موثقة للمنشطات ظهرت عام 1886 عندما توفي دراج بريطاني في سباق باريس بوردو بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المنشطات. أما أول رياضي اكتشفته اللجنة التي تشكلت عام 68 لاعبة ألعاب القوى الألمانية بريجيت ديرسيل، وتم الكشف وقتها عن تعاطيها أكثر من 70 نوع من المنشطات. لم توقع أي عقوبة على بريجيت لأنها فارقت الحياة في نفس البطولة، كانت بعامها 26 فقط. وحتى الآن أساطير رياضية كثيرة في كل الرياضات في كل البلدان تورطوا بفضائح منشطات، منهم من استطاعوا المتابعة بعد العقوبات، ومنهم تدخل المنشطات حياتهم فتنتهي الأسطورة ويبدأ التاريخ. رفيق الحلوة العربية. إذن طوال مسيرة الرياضيين هناك البعض منهم حدثت عينة إيجابية ومن ثم تم تبرئته بعد فتح العينة الثانية أو بعد لجنة الاستماع، ونور كما قلنا خضع للرقابة على المنشطات في بطولة كأس العالم وفي كأس آسيا وفي الدوري السعودي أكثر من مرة، وكانت نتائجه دائما سلبية أي لا يوجد فيها أي شيء، لذلك نقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. من مونتريال الكندي ديفيد هومان رئيس الوكالة الدولية للرقابة على المنشطات يلتحق بنا الآن عبر سكايب. سيد ديفيد أهلا بك معنا، الرجل الأول في مسيرة المكافحة أو الرقابة على المنشطات. أريد أن أسألك في أعرافكم كلجنة للرقابة الدولية على المنشطات، ماذا تعني لجنة الاستماع وماذا يدور داخلها؟ الإجراءات المعتادة لأي جلسة سماع هي أن الرياضي يجب أن يبلغ بالكامل فيما يخص الخرق الذي قام به، هذا هو هذه الخطوة الأولى، وبعد ذلك يجب أن يحظى الرياضي بالفرصة لتقديم قضيته بالكامل للمحكمة، وبإمكانه القيام بذلك بنفسه أو يمكن أن يمثله محامي، ولديه كذلك الفرصة لتقديم كافة المعلومات أو الأدلة التي يشعر بأنها مناسبة أمام المحكمة. نعم. Yes. نعم. طيب سيد ديفيد، يعني في جلسة الاستماع هل يطلب من اللاعب أو الرياضي تقديم وصفات طبية تثبت مثلا تناوله لدواء معين؟ نعم، لديه هذا الحق بتوفير هذه المعلومات، وعلينا أن نتذكر بالتأكيد بأن لدينا إجراء يتضمن بأن أي رياضي يحصل على وصفات طبية قد تشمل مواد ممنوعة، فالرياضي يجب أن يطلب استثناء للتعاطي الطبي. فعادة ما تكون الهيئة المسؤولة عن جمع العينات سوف تتأكد إذا ما كان أي هنالك مثل هذا الشيء موجود لدى الرياضي. جميل. هل تنظر اللجنة الدولية للرقابة على المنشطات الأوادة أو اللجنة اللجان المحلية، هل تنظر لمسيرة اللاعب؟ نحن في السعودية الآن أمام قضية لاعب قضى مثلا 20 عاما في الملاعب وأجرى الكثير من الفحوصات، لكن الفحص الأخير ظهرت عينة إيجابية، هل ينظر للتاريخ السابق أم لا ينظر؟ هل يدعمه في لجنة الاستماع؟ لا أستطيع أن أعلق على أي حالة محددة أو رياضي معين، ولكن هنالك العديد من الرياضيين حول العالم الذين تنافسوا طوال سنوات طويلة ولسبب ما كانت نتيجتهم إيجابية. بالتأكيد نادوا باسم سجلهم الكبير في الماضي، ولكن هذا ليس له أي علاقة بأي خرق محتمل للقوانين الذي قد يكون ارتكبهم. يجب أن ننظر إلى كافة الظروف المحيطة بهذا الخرق والانتهاك، لأن هناك بعض الرياضيين الذين نعرفهم
والذين لم تكن نتائجهم إيجابية سنوات طويلة، وفجأة ظهرت النتيجة إيجابية. هذا هو حال اللعب والرياضة، في بعض الأحيان يلجأ اللاعبين لمثل هذه المسائل. جميل. سيد عثمان، إذا كانت العينة أو المادة الموجودة في عينة اللاعب، إذا كانت المادة الموجودة في عينة اللاعب تنتمي إلى مادة إلى مجموعة المخدرات مثلا، تستطيعون من خلال التحليل أن تعرفون أنه تعاطى للمرة الأولى أو أنه مدمن على ذلك؟ لا، التحليل في حد ذاته فقط سيكشف محتويات أو المواد الموجودة في عينة البول، وفي بعض الأحيان تكون عينة دم، ولكنها لا تعطي أي معلومات حول تاريخ التعاطي، هي فقط عينة واحدة. جميل. هل تحدد النتائج التي تجريها لجنة الرقابة على المنشطات الوقت الذي تم اتخاذ أو تم تناول الجرعة فيه؟ بمعنى إذا كانت في مباراة، هل تعرفون أنها تم تناولها قبل 24 ساعة أو 48 ساعة مثلا؟ هل تستطيعون تحديد المدة؟ لا أستطيع أن أقوم بذلك فيما يخص أي حالة معينة، فكل واحدة تعتمد على. أتكلم بشكل عام. من الصعب جدا القيام بذلك، هذه مشكلة، فأن الأدلة تقع على عاتق الرياضي. الرياضي يجب أن يبرهن أمام المحكمة نوع الأدلة التي يعتقد بأنها قد تنفعه في قضيته. جميل. طيب، ما هي الأشياء المطلوبة من الرياضي حتى يذهب إلى فتح العينة الثانية وإجراء اختبار العينة الثانية؟ العينة باء هي من حق الرياضي، بإمكان الرياضي أن يختار تحليل هذه العينة، وإذا لم يفعل فغالبا ما تتم هذا العملية على حال، لأن الوكالة تشعر بأنهم يجب أن يضمنوا النتيجة، ولكن هذا من حق الرياضي وليس من حق الوكالة. جميل. طيب، كم هي نسبة الخطأ طوال التاريخ، طوال مسيرتك أنت في الوكالة الدولية للرقابة على المنشطات؟ كم هي نسبة الخطأ بين العينة ألف والعينة باء؟ أعتقد بأنه خلال 12 سنة الماضية شاهدت 2 أو 3 عينات كانت العينة باء لا تطابق العينة ألف، وهذا ناجم عن أو نتحدث قياسا بالآلاف من العينات. جميل. طيب، بالنسبة للجنة السعودية للرقابة على المنشطات، أنتم كلجنة دولية كيف تقيمون عملها داخل بين الرياضيين السعوديين من خلال ما وردكم حتى الآن؟ الهيئة الرياضية تلتزم بالكامل بقوانين وادا وتعمل بشكل فعال وكفوء جدا، ونحن بالتأكيد نستمر بمراقبة هذه الوكالة، فأي قضية قد تكون أمامهم نقوم برقبتها بكل دقة من قبلنا، وإذا ما شعرنا بأن هنالك حاجة للاستئناف فقد قمنا بذلك، وهذا ما حصل بالفعل في السابق. جميل. طيب، أيضا أريد أن أسألك عن المختبرات التابعة للوكالة الدولية للرقابة على المنشطات، يعني دأبتم في الفترة الأخيرة على إغلاق بعض المختبرات، لماذا؟ السبب وراء الغلق اعتماد لأي مختبر بسبب انتهاك المعايير المطلوبة تحت معاييرنا الدولية للمختبرات، ربما قاموا بانتهاك ذلك من خلال الإعلان عن نتائج إيجابية وعدم الالتزام بالإجراءات المناسبة خلال تحليل العينات العشواء، وهنالك العديد من الأساليب المختلفة. الاعتماد يزال أو يلغى فقط بعد تحقيق كامل وجلسة سماع مع المختبر. جميل. طيب، أريد أن أسألك التسريب الإعلامي لحالة معينة إيجابية قبل أن تعلنها اللجنة المحلية، اللجنة المحلية للرقابة على المنشطات، هل يعتبر ذلك خطأ إجرائي يلغي كل القضية؟ التسريب الإعلامي.
أي شيء يعلن من قبل الوكالة يجب أن يتبع القوانين، وهي قوانين الدولية لمكافحة المنشطات، وهذه القوانين لا يمكن البوح بها أمام أي طرف إلا بعد إعلام الرياضي، وبعد إعلام الرياضي تتم الإجراءات المناسبة. غالبا ما نجد بأن الأمور تصل أو المعلومات تصل إلى الإعلام أو حتى بعض الإعلاميين من خلال بعض الأشخاص المحيطين بالرياضي، فلا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك. جميل جميل. هل يختلف تختلف العقوبة فيما لو رفض اللاعب الذهاب إلى العينة ب واكتفى بالعينة ألف، أو إذا ذهب إليها هل تختلف العقوبة؟ كلا، لا يوجد أي فرق في العقوبة التي قد تطبق على الرياضي. للرياضي الحق بتقديم الدفاع أو بأساليب مختلفة أمام المحكمة. على سبيل المثال يمكن أن يقول بأنه عدم وجود خطأ أو no fault. إذا ما استطاع أن يبرهن هذا الدفاع فقد يتلقى تحذيرا، وكذلك بإمكانه أن يبرهن ما نسميه لا خطأ جسيم، وإذا ما ثبت ذلك يمكن أن تقل العقوبة إلى النصف. فهنالك أنواع الدفاع مختلفة يمكن أن يقدمها أمام المحكمة. نعم، هل أنواع الدفاع تشترط أدلة طبية؟ لا يؤخذ بأي أدلة غير طبية. قد تتطلب الأدلة الطبية، وقد تتطلب الأدلة العلمية، وقد تتطلب المعلومات من قبل الأشخاص الذين يعرفون ما مر به الرياضي. لا أستطيع أن أقول بالضبط ما سيطال به الرياضي، ولكن من حقه أن يستشهد بأي شهود قد ينفعونه في القضية. نعم، في 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 الرياضة السعودية نجح لاعبان أو رياضيان غير سعوديان في إظهار نتيجة معاكسة للعينة الأولى، يعني لاعب حسام غالي ولاعب البوليفي في الموسم الماضي في نادي العروبة، بينما الرياضيين السعوديين لم ينجحوا في تقديم دفعات جيدة وتم إيقافهم. هل يمكن أن نقول أن هذا بسبب المحامي وطريقة الدفاع أم لأسباب أخرى؟ لا أريد أن أعلق على ذلك على الإطلاق، فكل حالة تعتمد على معلوماتها الخاصة، وسيكون من الخطأ أن أميز بين المواطنين السعوديين وغير السعوديين. أنا على دراية فقط بحالة واحدة بغير السعودي ووصلت إلى المحكمة والعقوبة تم فرضها، فربما لم يحصل فرض في بداية القضية ولكن حصل فرض عقوبة لاحقا. جميل جميل. بشكل عام سيد هومان، الرياضيون يذهبون إلى تناول عقاقير تحسين الأداء الرياضي، أم أن أغلب الموجود في عيناتهم هي مواد محظورة وليست مواد تحسين الأداء؟ بشكل عام النسبة الأعلى لمن؟ الرياضيين الذين نسميهم الذين يتعاطون بعض المواد المحظورة عن طريق الخطأ، هنالك نسبة 20-30% من هؤلاء قاموا بخرق القوانين والإجراءات. الأغلب هي لهؤلاء الذين تعاطوا من أجل تحسين أدائهم عن عمد. نعم نعم، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات من مونتريال الكندية، ديفيد هومان رئيس الوكالة الدولية للرقابة على المنشطات، شكرا جزيلا لك.
وبحسب خطاب لجنة الرقابة على المنشطات السعودية الموجه إلى اتحاد كرة القدم السعودي، فإن المادة الموجودة في عينة محمد نور هي المادة المعروفة بالإنفيتامين. ما هي هذه المادة وأين توجد ولماذا تؤخذ طبيا؟ وحيد المصري. أمفيتامين هو منبه للجهاز العصبي المركزي، يستخدم في بعض الحالات في علاج اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. تم اكتشافه في عام 1887، وهو يتوافر في اثنين من الأشكال الكيميائية. تاريخيا كان قد تم استخدامه لعلاج احتقان الأنف، الاكتئاب والسمنة، كما يستخدم كمنشطات باعتبارها من الأدوية المحسنة للأداء، على أنها منشطات جنسية طبيعية، وهو دواء بوصفة طبية في العديد من البلدان، غالبا ما يتم حظره بسبب المخاطر الصحية الكبيرة المرتبطة بطاعة الأمفيتامين. في الجرعات العلاجية يسبب أثرا عاطفية وإدراكية، وأنه يدفع من انخفاض وقت رد الفعل، مقاومة التعب وزيادة قوة العضلات. جرعات أكبر بكثير من الأمفيتامين من المرجح أن تضعف وظيفة الإدراك، تؤدي لانهيار العضلات السريع. والإدمان على المخدرات هو خطر جدي مع الجرعات الكبيرة، ولكن نادرا ما ينشأ من الاستخدام الطبي المحدد بوصفة. الإنفيتامين بدأ في عام 1930 كدواء للشم لعلاج احتقان الأنف والزكام، وفي سنة 37 أنتج كأقراص لعلاج النوم، وكان المحاربون في الحرب العالمية الثانية يتناولونه للتغلب على الإجهاد. في عام 1960 شاع استعماله بين سائقي الشاحنات ليظلوا يقظين في المسافات الطويلة وللتخسيس. أقبل عليه الرياضيون لتحسين أدائهم وتحمل التمارين الشاقة. تأثيره يشبه تأثير الكوكايين، ولا سيما ميثامفيتامين، لكن مفعوله أبطأ وتأثيره أطول على الجهاز العصبي المركزي. للأمفيتامين العديد المشتقات المخدرة والمنشطة، أشهرها الإكستسي أو ما يعرف في حبوب النشوة، وميثامفيتامين، جميعها يتم تصنيعها كيميائيا. ونشير إلى أن نظاما أو دستوريا لا يحق لأحد من لجنة الرقابة على المنشطات السعودية الحديث ما لم يتم الحديث الإعلامي طبعا ما لم يتم الحكم النهائي في هذه القضية، مؤكدا أن الحكم سيكون يوم الخميس مساء بعد الاستماع إلى محمد نور. وقفتنا الأولى ونتابع بعدها. النصراويون يعودون، الاتحاديون يختفون، والهلاليون يستمرون، وهزازي للمرة الأولى في قائمة الجولة المثالية. أهلا بكم من جديد. أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن وقف عمر السومة لاعب النادي الأهلي مباراتين مع غرامة مالية 10,000 ريال بداعي ارتكاب سلوك مشين ضد المنافس حينما قام بركل لاعب في مباراة الفيصلي الماضية، والقرار بحسب ما جاء غير قابل للاستئناف. تم إيقاف أيضا لاعب نادي الفيصلي إبل كامارا لمباراة واحدة وغرامة مالية 40,000 لاحتكاكه مع السومة، وأعلنت لجنة الانضباط عن تغريم النادي الأهلي 100,000 ريال بداعي قيام البعض من جماهيره برمي قوارير المياه باتجاه حكام المباراة أمام الفيصلي ورجال الأمن والأجهزة الفنية والإدارية.
الجولة التاسعة في الدوري السعودي والقائمة المثالية التي يختارها محللو البرامج الرياضية في قناة العربية. نذهب إلى الزميلة ديما السائح. إليك ديما والتفاصيل. أهلا بكم مشاهدينا. توزعت القائمة المثالية للأسبوع التاسع بين 6 أندية. سيطر لاعبو رباعي المقدمة على أغلبية مقاعدها. خانة حراسة المرمى أعلت وللمرة الثانية هذا الموسم وبإجماع محللين لمحمد العويس ابن 24 عاما نجح في حماية شباكه من هجمات الهلال المتواصلة في 8 مباريات لعبها. شباكه اهتزت 4 مرات في دقائق لعب وصلت إلى 720. مقعد الظهير الأيمن فاز به وبأغلبية الأصوات محمد البريك. ظهور صاحب القميص رقم 2 هو الخامس له هذا الموسم. تواجد بفعالية في لقاء الشباب. أرقامه تظهر تسديدا مرتين على المرمى وتخليصا للكرة 12 مرة. يجاوره في خانة قلب الدفاع الأولى أمينو بوبا والذي يسجل حضورا بعد غياب استمر 3 أسابيع. اللاعب الكاميروني خلص الكرة هذا الموسم 41 مرة ودقة التمرير لديه بلغت 71%. خانة قلب الدفاع الثانية فاز بها البرازيلي ديغاو. لاعب الهلال صنع 3 فرص لزملائه هذا الموسم. إجمالي التحاماته وصل إلى 7 بدقة بلغت 71%. المصري محمد عبد الشافي حافظ على مقعده في خانة الظهير الأيسر للأسبوع الثاني على التوالي. ظهوره هو الرابع هذا الموسم. في مباراة فريقه أمام الفيصلي خلص الكرة مرة واحدة. التحاماته الناجحة وصلت إلى 50% و3 تمريرات لديه كانت حاسمة هذا الموسم. ننتقل الآن إلى خط الوسط وعلى الجانب الأيسر. النصراوي يحيى الشهري سجل اسمه من نجوم التشكيلة المثالية للمرة الأولى هذا الموسم. ابن 25 من العمر كتب باسمه صناعة هدف فريقه الثاني أمام الفتح هذا الموسم. سدد الشهري على المرمى 7 مرات وصنع أهدافا 3. في الوسط الأيمن اختير البرازيلي كارلوس إدواردو. هدفه في شباك الشباب ساهم في إعادته للقائمة بعد غياب امتد لثلاثة أسابيع. رصيده من الأهداف بلغ 6. صاحب القميص رقم 3 كتب باسمه 6 أهداف وصناعة فرص 8. أما عن إجمالي تسديداته فوصلت إلى 23. في خانة محور الارتكاز تواجد اللاعب الغيني أبو بكر سيلا. بلغ إجمالي تمريرات لاعب الخليج هذا الموسم 313 تمريرة بدقة وصلت إلى 71% في 8 مباريات لعبها. إلى جواره حضر لاعب الهلال سلمان الفرج في خانة محور الارتكاز الثانية. بلغت دقة التمرير لدى ابن 26 من العمر 90%. إجمالي تمريراته وصل إلى 327 تمريرة وسدد على المرمى مرتين. ننتقل الآن إلى خط الهجوم حيث حجز المقعدين وبإجماع محللين لاعبان من النصر والتعاون. الأول فاز به وللمرة الأولى هذا الموسم نايف هزازي. اللاعب كتب باسمه هدفين أمام الفتح أعاد به النصر لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين من الدوري السعودي. أرقام هزازي تظهر هدفين في الرصيد و5 تسديدات على المرمى وصناعة 3 فرص لزملائه. مقعد الهجوم الثاني فاز به بول إيفولو لاعب التعاون. 72 دقيقة كانت كافية لصاحب القميص رقم 14 ليهز شباك هجر. في رصيد اللاعب 5 أهداف احتل بها المركز الرابع في ترتيب الهدافين وبفارق 3 عن ريفاس المتصدر. ننتقل الآن إلى مقعد أفضل لاعب حيث انتزعه وللمرة الثانية هذا الموسم حارس مرمى. نال نجومية الجولة محمد العويس بعد أن حمى عرين الشباب أمام هجمات الهلال. للمرة الرابعة هذا الموسم حصد البرتغالي جوزيه غوميز مقعد أفضل مدرب. قائد دفة التعاون خطف 3 نقاط ثمينة من هجر وضعته في المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 15 نقطة. نسبة الفوز لدى التعاون وصلت إلى 50% وهو الذي لم يخسر في آخر
4 مباريات له. خانة أفضل حكم نالها وللمرة الثانية هذا الموسم محمد الهويش الذي أدار مباراة الهلال والشباب. أشهر في اللقاء 6 بطاقات صفراء، أدار 5 مباريات هذا الموسم واحتسب ضربتي جزاء. هنا نختم ونعود لبتال في الاستوديو. شكرا ديما. ونذهب إلى جدة، يلتحق بنا حمزة إدريس الدولي السابق المدرب الحالي. حمزة أهلا بك. حمزة التعليق أهلا وسهلا. التعليق الأولي حمزة، عفوا قبل البرنامج أنت قلت لي حمزة تبغى تعلق في دقيقة على قضية محمد نور. بصراحة أول شيء يعني كان تقرير جدا جميل يعني. أنا ما زلت يعني أرى إنه محمد نور نجم كبير جدا. في شيء غلط في الموضوع حقيقة يعني. ما هو نور اللي حيجي يستخدم منشطات في آخر عمره، نحن نعرف نور أساسا ما بيلعب أساسي 10-15 دقيقة. في شيء غلط، نتمنى إنه يبقى نور رمز للكرة السعودية. الغلط وارد، لكن في الأخير هي في أنظمة وقوانين يعني، سواء الأنظمة والقوانين تأخذ بالواقع. لكن محبة نور عند الشعب السعودي الرياضي خاصة في آسيا وفي السعودية في مكانة، يبقى رمز. أتمنى يعني نتعامل مع الموضوع بقيمة نور يعني. في الأخير في نوع من الشماتة أو نوع من التجريح أو نوع، نور خدم الوطن قبل يخدم نادي الاتحاد، ويبقى رمز من رموز الكرة السعودية والآسيوية والعربية، وإن شاء الله أنه يطلع موقفه سليم بإذن الله. إن شاء الله. كابتن نروح للتشكيلة. النظرة الأولى للتشكيلة أنه فقط واحد من الأهلي ولا وجود للاتحاديين، كيف نفسر ذلك؟ لا طبيعي جدا يعني، لو اللي يشاهد مباراة الأهلي كانت مع الفيصل، نشوف مباراة الاتحاد مع الخليج الأداء اللي قدمه، بصراحة ما يستحقوا يتواجدوا في التشكيلة، حتى النتائج ما كانت إيجابية. اللاعب اللي يقدم مستوى كبير لابد أنه يأثر على النتيجة ويظهر بنتيجة إيجابية. جميل. بالتالي من الطبيعي جدا ما يكونوا متواجدين، ما عاد عبد الشافي اللي ظهر بشكل جيد. جميل. أبغاك تعلق على محمد البريك كابتن، يظهر معنا المرة الخامسة الظهير الأيمن الشاب. بصراحة محمد أثبت نفسه بشكل جدا كبير، الآن تقريبا عنده صناعة 3 أهداف هدفين، لاعب في أول موسم لي، عنده مستوى متصاعد، استمرار جيد في المستوى، بيلعب في خانة الظهير اليمين واليسار، لاعب عنده ثقة كبيرة في نفسه، أعتقد هو الآن حاليا أفضل ظهير، عقلية جيدة جدا، استفاد من فترة الإعارة. نعم. وهذه من الأشياء الإيجابية في عملية الإعارة، رجع للهلال بشكل أقوى. جميل. يمتلك كل المؤهلات، وأعتقد أنه لاعب حيطول في الملاعب لأن عقليته وتعامله بشكل إيجابي جدا. جميل. يملك كل الإمكانيات العالية. جميل. كابتن أبو بكر سيلة، محور الخليج محور قوي في الناحية الدفاعية، قدم مباراة جدا رائعة مع أمين بوبا، قدر يعني يوقف كرة خطورة الاتحاد من العمق، يستحق أنه يكون متواجد. في الناحية الدفاعية كان أداؤه جيد في ترابطه مع المدافعين، قربه من المدافعين، ما كان مسوي أي ثغرة في عمق الملعب. جميل. كابتن نايف هزازي يظهر للمرة الأولى بعد الهاتريك أو الثنائية، اللي يعجبه ياخذ الليبي. كلنا مبسوط، كلنا مبسوطين لنايف بصراحة. نايف نجم كبير، مر بصعبة بفترة صعبة جدا. لغة الأهداف هي لغة المهاجمين، مهما تقدم من مستوى. طيب. إذا ما تسجل ما حتكون سعيد، ممكن تسجل حتكون مبسوط، حتساعده في استعادة حساسيته. جميل. المنتخب الآن داخل على مشاركات صعبة، محتاجين الفورم اللي يكون فيها في وضع. جميل. عالي جدا، حيكون في الفترة القادمة أفضل إن شاء الله. كابتن نايف لعب معك ولا اعتزلت قبل ما يلعب الفريق الأول؟ معلش أنا ناسي، ذكرني. لا آخر موسم يعني. لعب معك آخر موسم. لا آخر موسم. تكلمنا عن أبرز صفاته كمهاجم والعيوب اللي لازم يعدلها، السلبيات اللي عنده لازم يعدلها ويركز عليها في التمارين. صراحة نايف يمكن من أميز المهاجمين اللي أنا شفتهم في ضربات الرأس. نعم. متمكن بشكل كبير، يعرف يتمركز، يعرف يروح للكورة، يعرف يوقت للكورة، يضرب الكورة بشكل رائع جدا، قوي بدنيا
في داخل ال 18، نايف مشكلته اذا خرج خارج ال 18 ما بيكون فعال. عملية التحرك في العمق هذه اللي يحتاجها، التواجد دائما في ال 18، نهاز بشكل جيد اذا كان في فورم عاليه بيتمرن بشكل جيد ومركز داخل الملعب بيقدم مستويات عاليه. اذا انشغل خارج الملعب بيقل اداؤه. نعم. يبغى له يطور من عمليه اللعب بالكره في الارض. نعم. غير كذا هو هداف بالفطره. خلينا نروح كابتن للعويس، نجم الجوله حارس الشباب اللي انتم رشحتوه باصواتكم انه يكون نجم الجوله. اعتقد الكل اتفق عليه، يمكن ممكن اذا استمر على هذا المستوى ممكن يكون احد نجوم الموسم مما كان النجم الاول. نعم. بصراحه حارس اول شيء انك من الصعب انك يعني المنافسه في مركز الحراسه، وخاصه لما يكون وليد عبد الله يعني بتنا حارس لسمعته لمكانته قدر انه ياخذ مركز وليد، قدر انه ينسي الناس وليد، ما عادت الناس تسال فين وليد. نعم. لانه هو بيقدم مستوى مصدر اطمئنان لمدافعينه، جيد يقظ حتى في الكرات اللي بتنشات عليه من بعيد. نعم. رده فعله عاليه في المرمى، خروجه بتوقيته جيد جريء، تواصله مع مدافعينه على مستوى عالي. بصراحه حارس متمكن، حارس موهوب، في نوع من الحراس تحسه جيد وصد كرات. نعم. لكن ما بتحس بموهبته. نعم. لا العويس لا، حارس موهوب مؤسس بشكل جيد، اتوقع انه هو اللي حيكون الحارس القادم للكره السعوديه. جميل. جوزي غوميز مدرب التعاون كابتن في ايجاز، هو ايضا نجم المدربين في هذه الجوله بحسب اختياراتكم. نجم المتعب صراحه، قدم لنا فريق ممتع جدا في كره القدم، التعاون افضل فريق يقدم لمحات فنيه داخل الملعب، ممتع للمشاهدين، يستحق انه يكون متواجد، وانا اعتقد انه المدرب رقم واحد قياسا على الادوات. لاعبين كانوا في فرقهم في الموسم الماضي عاديين جدا، الان مع التعاون اصبحوا نجوم ونجوم كبار بفضل توظيفه. نعم. بشكل جيد واسناد مهام ايجابيه بالنسبه لهم. شكرا جزيلا حمزه ادريس. هذه وقفتنا الأخيرة، نتابع بعدها الدولية المونديالية. خليل جلال يقرأ في قرارات حكام مباريات الجولة ومباراة الكأس. أهلا بكم من جديد. محللون اختاروا الحكم محمد الهويش وأفضل حكام هذه الجولة، سأسأل خليل جلال عنه لكنه يلتحق بنا الآن ليقرأ ما دار في الجولة من قرارات. فكابتن خليل أهلا بك معنا. أهلا وسهلا، شكرا لحضورك. نستعرض معك اللقطات اللي أنت جهزتها مع الزملاء، تفضل. بداية نترك مجال بسيط لنبارك الكابتن فهد المرداسي والكابتن عبدالله الشلوي على اختيارهم لأفضل حكمين في آسيا. نعم. هذا الموسم، كذلك أفضل حكم عربي. بالنسبة للمباريات هذا نبدأ بمباراة محمد الهويشي اللي اختير عليها كأفضل حكم. نعم. لهذه الجولة، لا يعني وجود أخطاء أن الحكم كان مقصر، لكن هذه كرة القدم ولا بد أن نؤمن بما فيها من أخطاء. الحالة الأولى كانت في الدقيقة 21، نشاهد كان الحكم قريب جدا، لكن لا يعني القرب من الحالة أن هناك زاوية رؤية جيدة للحكم. جميل. لو الحكم موجود في زاوية رؤية أفضل في هذه المنطقة كان بيكون القرار أصح. استمرارية اللعب قرار غير سليم، كان لابد حقيقة من احتساب ركلة جزاء، كان لابد من احتساب ركلة جزاء للهلال. نعم. للاعب نواف. نعم. الحالة الأخرى في نفس المباراة لو نشاهد مرة أخرى نجد لاعب الشباب ينزلق بإهمال حقيقات باتجاه لاعب الهلال. نعم. الحالة الأخرى أيضا ركلة جزاء في نفس المباراة، ولا يعني ايضا اكرر مره اخرى لا يعني وجود اخطاء ان الحكم لم يكن جيد بمستوى. جميل. كبير. ايضا نعود مره اخرى ونشاهد زاويه الحكم، ايضا الحكم يقف في زاويه رؤيه غير جيده بالنسبه للحاله، لكن نتابع ماذا حدث في هذه الحاله. سقوط اللاعب، احتسب الحكم ركله حره غير مباشره بداعي التحايل، لكن لو نتابع هنا
يوجد مسك واضح من اللاعب نادي الهلال للاعب نادي الشباب داخل منطقة الجزاء، كان حقيقة احتساب ركلة الجزاء هو القرار الصحيح. نعم، هذه الحالتين كانت في مباراة الهلال والشباب. نعم، نذهب لمباراة الاتحاد والخليج. والخليج مباراة طبعا كانت في الدوري، فيها حالة واحدة كانت مؤثرة جدا في نتيجة المباراة حقيقة. قبل لا نبدأ لابد أن نجد مفتاح للخطأ الموجود في هذه الحالة. نشاهد مفتاح الخطأ في هذه الحالة وجود الحكم المساعد في مكان غير سليم ليقيم الحالة الموجودة. وين كان المفروض يكون كابتن خليل؟ كان المفروض أن يكون على خط منطقة المرمى الموجود حقيقة داخل قريب من خط قريب. نعم، من القائمة الرأي الركنية. نعم، الحقيقة عدم وجوده في هذا المكان أعطى عدم وضوح لصحة القرار، حتى بالنسبة لنا إحنا لم يكن هناك حقيقة وضوح لصحة القرار، لكن لو استمرت الحالة. نعم، نشاهد في لقطة أخرى نشاهد أنه ما زال هناك حقيقة جزء من جسم الكرة ما زال على خط المرمى. استمرار اللعب كان قرار صحيح، احتساب الهدف شرعي لا وجود لأي غبار عليه. يعني كابتن عفوا بس استوقفك، يعني كان الهدف صحيح، ما الكرة ما طلعت بالكامل، لم تخرج بكاملها حقيقة من خارج الملعب. طيب، رغم وجود الحكم في موقف غير سليم. الحالة الثالثة عفوا المباراة مباراة الأهلي والفيصلي في الجولة التاسعة. نشاهد الحكم أيضا مكانه ما زال بعيد عن وجود عن مكان تجمع اللاعبين. نتابع أيضا ماذا حدث. حقيقة الحكم أشار بركلة مرمى قرار غير صحيح. نتابع لاعب المدافع يقفز بجسمه بكامل جسمه على اللاعب المنافس. نعم، احتساب ركلة جزاء كان المفروض هو القرار الصحيح. نعم، نذهب لحالة أخرى في نفس المباراة، واضح القفز تماما واضح. نعم، نشوف الحالة اللي بعدها كابتن عشان نكسب الوقت. نشاهد الآن كان بإمكان الحكم المساعد أن يخدم في هذه الحالة. نشاهد الحالة الأكثر إثارة في هذه الجولة، نشاهد تجمع اللاعبين، بداية تجمع اللاعبين وبداية المشكلة اللي كانت اللي حصل منها أشياء كثيرة حقيقة أثارت. نعم، يعني على أثرها أوقف السومة على أثرها حقيقة انذر اللاعب. نشاهد ماذا حدث في هذه الحالة. نعم، عدم حقيقة عدم وجود زاوية رؤية جيدة للحكم أعطى قرار غير سليم لوجود خطأ. هو الحقيقة لا يوجد خطأ للسومة في هذا القرار. اجتهد الحكم، قدر تقدير وقع تحت ضغط جمهور كبير. نعم، الحالة لا يوجد عليها لا يوجد فيها أي شيء حقيقة. استمرارية اللعب كان المفروض طيب. أو كان المفروض إيقاف اللعب وإنذار السومة للتحايل لإنهاء لإنهاء المشكلة تماما. طيب، وجود نشاهد هذه. نعم، الحالة اللي أوقف عليها السومة الحقيقة كانت حالة واضحة جميل من السلوك المشين حقيقة. نعم، صدرت قرارات فيها. نروح للي بعدها كابتن. نذهب للمباراة الأخيرة حقيقة اللي كانت في الكاس في كاس نعم كاس ولي العهد كاس ولي العهد. نشاهد الحالة المباراة كان فيها حالتين مهمة ومؤثرة جدا في حالة في المباراة. الحالة الأولى عفوا هذه اللقطة. نعم، نشاهد. نعم، نشاهد الحالة الأولى حقيقة عدم وجود الحكم أو عدم انتباه الحكم حقيقة لمكان داخل منطقة الجزاء أو مكان ردة مكان استلام اللاعب للهجمة للتمريرة من زميله. هذا كما نشاهد وجود مسك واضح، كان المفروض احتساب ركلة جزاء لصالح نادي التعاون. طيب، بدل استمرارية اللعب. الحالة المهمة في هذه الحالة هي. نعم، حالة التسلل اللي موجودة. الهدف الملغى. نعم، الهدف الملغى كما نشاهد التمريرة بدأت من خارج 18، موجود عندي لاعب متسلل، اثنين ثلاثة لاعبين متسللين. نشاهد ماذا يحدث بعد ذلك. ترتد الكرة للاعب موجود في موقف سليم، لكن اللاعب الموجود كان في موقف تسلل يتداخل أو يحاول اللعب وقريب جدا من الكرة ويؤثر على المنافس ويمنع قدرته على لعب الكرة. إلغاء الهدف كان قرار سليم. قرار سليم من رجل المساعد في المباراة. نعم، كابتن بس سؤال سريع، الحالات التداخل مع الكرة تقديرية أو قانون صريح؟ هذه قانون صريح. متى يكون متداخل مع اللعبة؟ يكون متداخل إذا كان يحاول اللعب أو قريب والكرة قريبة من اللعب ويمنع قدرة المنافس أو يقل من قدرة المنافس على لعب الكرة. نعم، كابتن أشكرك جزيل الشكر، ممتنين لك أنك معنا في أسرة في المرمى وعلى هذا التثقيف أكثر من أنه اعتراض على قرارات الزملاء الحكام بالنسبة لك. شكرا جزيلا كابتن خليل جلال.
بعض الأخبار قاسية إلى درجة أنك لا تريد تصديقها. نقطة ختام وترقب وألقاكم. عجزت أتخيل الاتحاد بدون نور، عجزت أنسى كل ذلك التاريخ. ما يا حبيبي للأسف ما بيد جناحينا، هذا نصيب ظلومنا لعلها خيرا. Yeah.